التلاميذ بالمؤسسات التعليمية لن يتم إلا شهر شتنبر المقبل، والامتحانات ستقتصر فقط على السنتين الأولى والثانية بكالوريا، حسب ما كشفت عنه الوزارة الوصية خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس المستشارين. فريق من الباحثين المغاربة بمختبر البيوتكنولوجيا الصحي، ما زال عدد من الناس كيتصابوا بهذا الوباء. الحرب ضد هذا الفيروس 10 من صباح اليوم، ليرتفع عدد حالات الشفاء بالمملكة إلى 2930 حالة. أما عدد الإصابات فسجل 99 حالة جديدة.